عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن قام بزيارة إلى المملكة المتحدة الصديقة، حيث قدم جلالتها التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وإلى أفراد العائلة المالكة وشعب وحكومة بريطانيا في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية. عقبتها زيارة أخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. التقى جلالته خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد غادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان في مقدمة مودع جلالته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.